الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، نشكر لكم هذه الدعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. على كل، الإنسان عند الله المخلوق الأول رتبة، والمكلف بعبادة الله عز وجل، والمكرم أول، مكرم مكلف. بماذا هو مكلف؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة قد تفهم فهماً ضيقاً، وقد تفهم فهماً واسعاً. يتوهم بعض المسلمين أن العبادة هي الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادة، والحقيقة أن هذه العبادات عبادات شعائرية، بينما هناك عبادات تعاملية. العبادة التعاملية أين وردت؟ لما سيدنا أحد الصحابة الكرام قابلوا النجاشي، قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية. سيدنا جعفر: كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده، ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان. الآن دققوا. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هي بنود العبادة التعاملية. الحقيقة الدقيقة والخطيرة أن العبادة الشعائرية على عظمها لا تقبل ولا وزن لها ولا تخطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. الشاهد: لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الصلاة، دققوا، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله، جلهم لنا، وضح. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أي الصلاة فقدت قيمتها وحيثيتها وأهدافها. الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي الصيام. الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. الآن الزكاة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الشهادة: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. قرآن وسنة. الإسلام من دون استقامة
لا نقطف ثماره إطلاقا. الإسلام من دون استقامة، استمعوا إلى القرآن الآية الأولى، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كالأنعام، كأنهم خشب مسندة، خشبة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك الآيات دقيقة جدا، فنحن أمام حقيقة خطيرة مصيرية. حينما نفهم الدين عبادات شعائرية فقط دون أن ننتبه إلى العبادة التعاملية، الصدق والأمانة والاستقامة والعفة، فقد الدين قيمته ورونقه. لذلك الوعود الإلهية بالنصر الحقيقة المرة غير منفذة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بربكم. هل نحن كأمة إسلامية مستخلفون في الأرض؟ لا. وأنا أؤمن بالدعوة أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نحن لسنا مستخلفين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ما لنا مستخلفين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل هذا الدين ممكن أم أنه يواجه حرب عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة جهارا نهارا؟ أحد أعضاء الكونغرس يقول: بما أن الغرب مهيمن على الشرق لن نسمح بقيام حكم إسلامي. من الأخير، نعم طبعا. لا، الجواب الدقيق: ما كل ما يخطط له الغرب يسمح الله به. علاقتك مع الله، بس أنا عمل لك وضع. فأخواننا الكرام، إذا نحن في عنا مشكلة، هالمشكلة وعود الله غير محققة. أين الخلل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، لسنا مستخلفين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ديننا غير ممكن، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لسنا آمنين. آخر كلمة: يعبدونني. فإذا أخل الطرف الآخر بما كلفوا به من عباده، فالله تعالى في حل من وعوده الثلاث: يعبدونني، العبادة. العبادة علة وجودنا، والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أدق تعريفات العبادة إنها طاعة طوعية ليست قصرية. الذي خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، رزقنا بيده، الغنى بيده والفقر بيده والصحة بيده والمرض بيده والأقوياء بيده والضعفاء بيده ومن حولنا بيده، مع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها. قال: لا إكراها في الدين، بل أراد أن تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة حب. قال: يحبهم ويحبونه، أو أن تكون العلاقة علاقة محبوبية. والذين آمنوا أشد حبا لله، هي من مسلمات الدين يا أخوان. فلذلك نحن يجب أن نؤمن أن الإنسان خلق للسعادة. الدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والله يا أخوان، كلمات يقولها العامة أحيانا بخلاف القرآن، لك سبحان الله الإنسان خلق للعذاب، لا لا، خلق للرحمة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليرحمهم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. إذا
الإنسان علة وجوده في الدنيا العبادة، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. يعني في جانب التعريف، بهذا التعريف في جانب إيديولوجي، أن تعرف الله طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعه، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ما اليقين؟ اليقين أعلى درجات المعرفة. يعني أحياناً شيء بتعرفه بالمئة ثلاثين هذا وهم، بالمئة خمسين شك، بالمئة سبعين غلب الظن، ظن تسعين غلب الظن، مئة بالمئة قطع. فالله عز وجل الحقائق التي جاءنا بها القرآن قطعية ثبوتاً وقطعية توجيهاً. إذن الدين قضية خطيرة، لذلك ما هي السنن التي تمثل الآن القوانين في دينه؟ هل هناك سنن ثابتة؟ قوانين ثابتة؟ قواعد ثابتة؟ طبعاً. أولاً في عنا سنن الدفع إلى الله، وعنا سنن الردع. يعني إذا في أخطار من المعاصي في ردع وفي دفع. الدفع الهدى البياني، هي أرقى مرحلة. أنت مرتاح، ما عندك ولا مشكلة في بيتك، مع أهلك، مع أولادك، في عملك، في وظيفتك، في تجارتك، إذا أنت مرتاح تمام، جاءك العلم، شاهدت، سمعت خطبة من جامع، تابعت ندوة في الشاشة، استمعت كلمة من عالم، هذا الهدى البياني. أنت مرتاح، ما عندك ولا مشكلة. هلأ أكمل موقف لك في هذا الوضع الاستجابة، والدليل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه. غير المؤمن ميت، ميت قلبه، ميت نفسه، ميت أهدافه، أهدافه مادية محضة، أهدافه أشياء ممتعة في الدنيا فقط. فلذلك أكمل موقف الهدى البياني. الهدى البياني يجب أن تستجيب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما استجاب الآن، ما دام لم يستجب يخضع لترتيب آخر. كأن يقول الطبيب لمن يشكو ألما في معدته لا بد من حمية قاسية لستة أشهر، إن التزمت بها تشفى ذاتيا، وإلا لا بد من عمل جراحي. يعني الهدى البياني الموقف الكامل منه الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، للحياة، حياة القلب، حياة النفس، حياة الروح. ما استجاب يخضع الآن لأسلوب آخر، التأديب التربوي. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كأن يقول الطبيب لمن يشكو من معدته: بالحمية التامة تشفى وإلا عمل جراحي. الآن: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهي مرحلة ثانية اسمها التأديب التربوي. أول مرحلة الهدى البياني، بيان فقط، محاضرة، كلمة، ندوة، قراءة تفسير، متابعة، درس علم، مرحلة راقية جدا. إلا أنه أكمل موقف لأول مرحلة الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المرحلة الثانية التأديب التربوي: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما تاب بالهدى البياني ما استجاب، بالتأديب التربوي ما تاب. هلأ في عنا إكرام استدراجي: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. بالإكرام الاستدراجي ما شكر، لا بالهدى البياني استجاب، ولا بالتأديب التربوي تاب، ولا بالإكرام الاستدراجي شكر بعد القصم. هذه اسمها سنن الدفع. أرقى سنة، أرجو الله تعالى للجميع الحاضرين أن نكون في أول مرحلة الهدى البياني. تسمع درس، محاضرة، كلمة، خطبة، تفتح تفسير، تقرأ، مرحلة راقية جدا، عم تتعلم وتطبق. ما في استجابة في تأديب تربوي، ما في توبة في إكرام استدراجي، ما في شكر في قصم. الآن ماذا يقابل ذلك؟ سنن الردع، المصيبة. المصائب أنواع، هناك مصائب تصيب الأنبياء والنبي أصيب. مصائب الأنبياء مصائب كشف ينطوي على كمال عالي جدا، هذا الكمال العالي لا يظهر إلا بمصيبة. يعني يذهب للطائف مشي على قدميه 80 كيلومتر، 80 كيلو مشي، يدعوهم إلى الله، يكذبوه، يرفضوا دعوته، يسخرون منه، بل يغرون أبناءهم ليضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف. جاءه ملك الجبال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. في موقف ثاني لا يصدق، النبي الكريم في أثناء الهجرة تبعه سراقة، وضعت قريش 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، 100 ناقة. سراقة طمع بهذا، تبعه، صار بينه وبين النبي أمتار. قال له النبي الكريم: شوفوا، إنسان مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. يقول له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ شو ملاحق، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ومع ذلك يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ يعني إنني سأصل سالما وسأنشئ دولة في المدينة وألف جيش وسأحارب أكبر دولة بالعالم فارس، وسأنتصر وستأتيني الغنائم، ولك منها يا سراقة سوار كسرى. في عهد سيدنا عمر جاءت الغنائم، وقف صحابي ورفع رمحه للأعلى، صحابي آخر وقف بالطرف الآخر أمسك رمحه ورفعه للأعلى، لم يتراءى الرمحان.
فقال عمر: أين الذي قال له كيف بك يا سراقة؟ أين سراقة؟ جيء بسراقة. ألبسه سوار كسرى وقال: بخن بخن أعيرابي من بني تميم يلبس سوار كسرى. أخواننا الكرام، الله عز وجل يلي نصر الصحابة موجود، هو العبرة أن نصطلح معه. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. يعني ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشباب التائب. إذن السنن القوانين، الدفع هدى بياني، تأديب تربوي، إكرام استدراجي، قصم. أما الردع، أول شيء المصائب. للأنبياء كشف، عندك مركبة 150 حصان لا تبدو بالطريق العادي ولا بالهابط، تبدو بطريق صاعد صعود حاد، والركاب بكامل أعدادهم راكبين والصندوق ممتلئ بالعفش وماشي على 120، لا تبدو خصائصها إلا بالوضع هذا. فمصائب الأنبياء مصائب كشف فقط. أما المؤمنين مصائبهم مصائب دفع ورفع، سرعة بطيئة إلى الله عز وجل، تأتي مصيبة الدفع. الآن استطاع أن يهدي إنسان، نقول له: لما اكتفيت بواحد؟ أقنع واحد آخر. هي رفع، دفع ورفع. لذلك الأنبياء كشف، المؤمنون دفع أو رفع، غير المؤمنين ردع وقصم. صافي عنا أربعة بأربعة: الهدى البياني، تأديب تربوي، إكرام استدراجي، قصم. هلأ مصيبة كشف للأنبياء، للمؤمنين دفع ورفع، لغيرهم ردع وقصم. لذلك هذا الدين يا أخواننا العظيم، هذا الدين في كليات. أذكر مرة كنت في أمريكا، دعيت لزيارة معمل سيارات جنرال موتورز، بقينا فيه 7 ساعات. قال لي الدليل، قال لي: هي فيها 300,000 قطعة، 300,000 كاديلاك، أما أنا شايفها فيها بس 5-6، غلاف معدني واحد، مقاعد، عجلات، محرك، مقود. طبعا ضربت هذا مثل. ممكن نعطيكم كليات الدين، الكليات. أول كلية بالدين العقيدة، ما لم تصح العقيدة لن يستقيم العمل. لا بد من عقيدة صحيحة، الجانب الإيديولوجي، الجانب العقدي، الجانب الفلسفي من الدين، هي أهم شيء. إن صحت العقيدة صح العمل، فسدت العقيدة فسد العمل. هذا جانب. شيء آخر في استقامة أخواننا الكرام، وهي حقيقة مرة، وهي أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا أبدا. ما في استقامة الدين صار فولكلور. مرة قرئ القرآن في باريس على أنه فولكلور شرقي، فولكلور، عادات، تقاليد، تراث. بيقول لك تراث. ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. وهذه من الحقائق المرة التي أنا أراها أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. إذا لا بد من أن تقتطع من وقتك الثمين وقتا لمعرفة حقائق الدين. لا بد من حضور مجلس علم، قراءة، متابعة، مناقشة. لا بد من أن تتلقى الحقائق من الله عز وجل من خلال عالم، محاضرة، مناظرة، كتاب، تفسير، لا بد منها. الآن الشيء الثاني، ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا.
نجيب مثل بسيط، واحد راكب دراجة على طريق مستوي وصل لمكان الطريق صار طريقين، طريق هابط طريق صاعد، بربكم راكب الدراجة أيهما أريح له؟ الهابط، والهابط معبد في أزهار ورياحين، أما الصاعد غير معبد في غبار وفي أكمات وفي عقبات، لكن مكتوب لوحة عند الطريق الصاعد أن هذا الطريق الصاعد ينتهي بقصر منيف لمن يصل إليه، قصر. أما الطريق الهابط مكتوب لوحة جنبه من سار في هذا الطريق ينتهي بحفرة عميقة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة، ما كفاك النص في ناظور كمان، في نص وفي ناظور. شو بتساوي هلا؟ صاعد لما الهابط صاعد. إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. إخواننا الكرام، إذا أول شيء بالدين العقيدة، لا بد من طلب العلم. الله ما قال فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من عقيدة سليمة، إن صحت العقيدة صح العمل، إن فسدت فسد العمل. اثنين، لا بد من استقامة، ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا، وكأنه الطريق في عقبات وأكمات، الاستقامة أن تزيل هذه العقبات. معك سيارة وفي صخرة على عرض الطريق، الطريق غير سالك، الاستقامة أن تزيل هذه العقبات يمنة ويسرة ليكون الطريق سالكا، ما بكفي، لا بد من أن تتحرك على هذا الطريق. الحركة هي العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. الثالثة، في عندك عقبات، في عندك طريق صاعد وهابط، وفي لوحات وفي ناظور، فالبطولة أن تتحرك في الطريق الصاعد مع تحمل بعض المتاعب كي تصل إلى القصر المنيف. هي موضوع إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة، وكليات الدين العقيدة الصحيحة والاستقامة والعمل الصالح. صفي الاتصال بالله. قال تعالى فاذكروني أذكركم، يعني يا عبادي إن ذكرتموني أذكركم. معنى ذلك أنك إن ذكرت الله أديت واجب العبودية، لكن الله إذا ذكرك منحك نعم لا تعد ولا تحصى. فاذكروني أذكركم، منحك نعمة الأمن، وهذه النعمة لا يتمتع بها إلا المؤمن حصرا. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن أعظم نعمة، الأمن غير السلامة، السلامة عدم حصول شيء مكروه، أما الأمن عدم التوقع، لأنك من خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. إذن هذه النعمة الأولى، نعمة الأمن. إخواننا الكرام، نعمة السكينة، السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. تتنزل على قلب المؤمن السكينة، يسعد بها ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. أخواننا الكرام، في التوفيق، في التوفيق إلى الزواج، توفيق في العمل، في التجارة، يعني النعم التي تنتظر المؤمن لا تعد ولا تحصى. وهذا الشهر كأنه فرصة استثنائية مكثفة للصلح مع الله. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بعضكم تجار طبعاً،
يلي عليه ملايين مملينة ديون، وقيل له افعل هذا العمل لثلاثين يوما وتعفى من كل ديونك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أخواننا الكرام، هذا شهر رمضان، ليس هذا الشهر شهر مسلسلات ولا شهر ولائم، شهر طاعات، إقبال على الله، صلح مع الله، يعني عمل صالح، قرآن، أداء الزكاة والصدقات. هذا شهر عبادة، والعبادة لما بينتهي شو بتقول بالعيد؟ الله أكبر. على ماذا؟ اسمع الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم. معنى ذلك أنت اهتديت، يا ربي لك الحمد، عرفت الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل صيامكم جميعا وقيامكم، وأن يمتعكم بالحياة الطيبة، وأن يحفظ لكم بلادكم من كل سوء، والحمد لله رب العالمين.